موبايل مميز جدا من شركة هواوي، وهو الهواوي نوفا 11. هنتكلم في الفيديو ده عن كل حاجة عن الموبايل، مواصفاته، مميزاته، عيوبه، سعره، كل حاجة عنه. مش هتخرج من الفيديو ده الا وانت عارف كل كبيرة وصغيرة عن الموبايل. يلا بينا نبدأ، بس قبل ما نبدأ متنسيناش اللايك الجميل بتاعكم. يلا بينا نبدأ ونقول بسم الله. أول حاجة هنتكلم على التصميم. تصميم الموبايل عندي هنا مميز جدا، هو جاي من الإزاز، وزنه 168 جرام. الموبايل عندي بيدعم شبكات 4G مش ال5G. وزن الموبايل 168 جرام وده وزنه خفيف. لو هنتكلم عندي هنا عن الشاشة فهي من نوع OLED. حجم الشاشة دي 6.7 بوصة. دقة الشاشة 2412 في 1084 بكسل. كثافة البكسلات 395 بكسل لكل بوصة. معدل تحديث الشاشة دي 120 هرتز. وعليها طبقة حماية من نوع كونلين جلاس. الشاشة دي عندي بتدعم خاصية ال HDR10. الموبايل عندي هنا كشاشة، شاشة مميزة جدا ومفيش أي كلام عليها. لو هنتكلم على المعالج اللي في الموبايل ده، هو من شركة كوالكوم، هو السناب دراجون 778. المعالج هنا معالج غني عن التعريف، دقة التصنيع بتاعته 6 نانومتر، معالج ثماني النواة، والمعالج الرسومي اللي موجود فيه هو الادرينو 642L. المعالج ده معالج مميز جدا وهيسد معاك في أي حاجة. لو هنتكلم عن نظام التشغيل، فهو نظام التشغيل الخاص بهواوي هو الهارموني OS 3.0. الموبايل عندي هنا نازل بأكتر من نسخة، 8128 8256 8512. الموبايل عندي هنا نازل بأكتر من نسخة، 6128 8256 8512. لو هنتكلم بقى على الكاميرات، فهنتكلم على الكاميرا الأمامية اللي هي كاميرا السيلفي، وهي كاميرا مميزة جدا 60 ميجا بكسل. فتحة العدسة بتاعتها f2.4. عند الكاميرا دي تدعم ال HDR والبانوراما، وبتصور معاك فيديوهات لحد 4K بس ما فيهاش فلاش، وبرده هتديك اداء مميز جدا. اما الكاميرات الخلفيه فهما كاميرتين، الاولى 50 ميجا بكسل فتحه عدسه f1.9، ودي الكاميرا الرئيسيه. اما الثانيه وهي 8 ميجا بكسل فتحه عدسه f2.2. كاميرات هنا بتصور بره معاك ل 4K وفيها مثبت بصري. اما لو هنتكلم على البطاريه في الموبايل ده، فهي 4500 ملي امبير، وبتدعم الشحن السريع 66 واط، بتشحن معاك من 0% ل 100% في 31 دقيقة. الموبايل عندي هنا فيه سماعات ستيريو، للأسف مفهوش منفذ 3.5 ملي بتاع السماعات، ومفهوش راديو FM للناس المهتمية بالراديو، ما بيدعمش تركيب كارت ميموري، فيه NFC. طب لو حبيت تشتري الموبايل ده تلاقي معاه ايه؟ هتلاقي في العلبة الموبايل والشاحن 66 واط، والكابل اليو اس بي من نوع تايب سي، وجراب للحماية، ودبوس لإخراج الشرايح. لو هنتكلم عن سعر الموبايل ده، فسعر الموبايل ده لأقل نسخة $360 أو ما يقابله في عملة بلدك. سريعا بقى كده هنقول كل المميزات وكل العيوب اللي في الموبايل ده، وفي الآخر قرار الشراء هو قرار. الموبايل ده عيوبه الشبكات الـ 5G، مفهوش منفذ 3.5 ملي بتاع السماعات، مش مقاوم للمية والغبار، مفهوش مكان لتركيب كارت ميموري. أما لو هنتكلم عن المميزات، فهو السناب دراجون 778G. عندك الشاشة، شاشة كبيرة وشاشة مميزة جدا. عندك الكاميرات هتديك أداء مميز جدا سواء الخلفية أو الأمامية. عندك شحن سريع اللي هو 66 واط. عندك هتلاقي بصمة مميزة جدا تحت الشاشة. كده قلنا لكم كل حاجة عن الموبايل. أتمنى يكون الفيديو عجبكم، متنسوناش من اللايك الجميل. نشوفكم فيديو جديد، سلام عليكم.